في أسبوع قاعدين فيه يناقشوا فيه في الميزانية التكميلية لقانون المالية في تونس، وقاعدين فيه مش نشوفوا الميزانية في قانون المالية زادة 2021. نحكي وتوى على رقم 6500 احتجاج يصير في تونس في 2020. الأسبوع هذا كثرت أكثر الاحتجاجات اللي تحولت يعني من إضرابات واحتجاجات للمطالبة بتاع فقر وخصاصة وحاجة إلى معناها إلى احتجاجات وإضرابات داخل القطاع، داخل القطاعات إضرابات مطلبية. اليوم ستاج مسكر، السوناد إضراب، كياسات مسكرة، الكتبة وإطارات المحاكم مضربين، صحفيين مضربين. يعني منين تتلفت تلقى كل شيء عامل إضراب ولا حياة لمن تنادي. نتفرجوا شوية وهنا راجعين مش نحكيوا فيه الموضوع. صباح الخير، احنا رفيقة الورتاني عضو مكتب التنفيذي للجامعة العامة لأملاك الدولة والملك العقارية وأملاك الدولة. نحن منضوية تحت الاتحاد العام التونسي للشغل. اليوم نخوض لليوم الثالث على التوالي اعتصام الصمود دات ليه الجامعة العامة من أجل بعد تعطل وسائل وسبل الحوار مع سلطة الإشراف حول جملة من المطالب، اللي هي جملة من المطالب اللي طال مدى التفاوض فيها. بعد خوض سلسلة من الجلسات وصلنا لطريق مسدود مع سلطة الإشراف والتجأنا للضرورة حتما أن نخوض هذا الاعتصام. نأكد على أنه احنا نحيي وسائل الإعلام على التغطية هذه، ندعو سلطة الإشراف إلى التسريع من أجل وجود حل للخروج من هذا المأزق، شلل تام لكافة المحاكم بكافة جهات الجمهورية. اليوم كتبت أعوان المحاكم والوزارات الراجعة لنا بالنظر يقفوا وقفة حازمة ويد واحدة من أجل تحقيق وتحسين ظروفهم المهنية. نحييهم بالمناسبة، نحيي كل الجهات وندعو سلطة الإشراف للتسريع. كما أنا نأكد على أنهم متمسكين بمطالبنا وشكرا على هذه التغطية. احنا لهنايا اكثر الكتاب المحكمة معتصمين، المحكمة واقفة، خاطر احنا كيف نضرب ولا نعتصموا المحكمة تقف، المواطن يبقى في الشارع، البيروات كل مسكرة، مش كيف ما توا القضاة السادة القضاة حتى كي يضربوا احنا نخدموا، احنا تلقانا موجودين والمواطن ما يضيعش. المواطن يدخل المحكمة ياخذ المعلومة من عنا، ياخذ باش يستخرج وثيقة من المحكمة ياخذها، معناتها المحكمة تمشي وتخدم. كيف اعتصمنا هك تشوف المحكمة واقفة والمحاكم الكل، وان شاء الله سلطة الإشراف تاخذ الشيء ذا بعين الاعتبار وتساندنا وتقف معانا، وما نحاولوش باش نزيدوا باش ندخلوا في مطبات اخرى مش باهي. احنا نتمناو ما يتوصلش الاعتصام، نتمناوها تفهم سلطة الإشراف وتقدر المساعي نتاعنا والجهود وتعطينا حقنا، تعطينا حقنا. احنا مستعدين نخدموا ليل ونهار، احنا نخدموا ليل ونهار باش ما نعطلوش المرفق القضائي، لكن اذا كان هي ما استجابتش احنا رانا باش نواصلوا. كي نحب نتناولوا شويه الموضوع بصفه جديه، كمعنى احنا اليوم في تونس الفاهم اللي يفهم حتى للساده المشاهدين ولا المختصين في علم الاجتماع يقول لك احنا مررنا من الانفلات النفسي للانفلات الاجتماعي اللي يتولد عنده انفلات اقتصادي. اليوم هذا الكل شنو هو المرد نتاعه وشنو اسبابه؟ اللي هي هك الوعود الزائفه وقت اللي نسمعوا وعدين يوعدوا الناس رانا باش نعملوا لكم باش نعملوا كذا، يجي يدخلوا رئيس حكومة يخرج رئيس حكومة وشيء ما فما، يجي مجلس وزاري يخرج مجلس وزاري، يجي أعضاء حكومة يخرج أعضاء حكومة وما فما حتى شيء يتشاف. يعني مثلا لهنا كنا وكبنا في قناة صوت الساحل، مشينا وكبنا الإضراب متاع كتبة وإطارات وأعوان وزارة العدل في المحكمة الابتدائية في سوسة. لهنا المطالب نجم نقوله مشروع، لانه الناس ملوا من التسويف. اليوم يحكيوا على الترقيه الاستثنائيه، يحكيوا على ظروف العمل، اليوم يحكيوا على انه يخدموا في بيروات سقف قريب يتيح، اليوم يحكيوا على ساعات عمل معناها ما همش قاعدين يتقاضوا فيها، والمسكوت عنه. مصالح المواطن قاعده اليوم متعطله. يعني وقت اللي تشوف اليوم قدام المحاكم اللي الناس جايه تشوف باش تاخذي امورها، الناس اللي متواجده غاديك هذاك شكون بيه قاعد معطل اليوم خمسة ولا ستة أيام ولا جمعة وما من مجيب من سلطة الإشراف، حد ما يتكلم في كل القطاعات اللي اليوم مش نحكي، مانيش مش نحكي كان على القضاء أو على وزارة العدل معناها بصفة خاصة. لهنا شكون أسبب فيه؟ هذا يا راني ديما نرجع شكون أسبب؟ ما وانتم أنت يا أخوي تنجم تطلع رئيس حكومة ولا وزير ولا رئيس دولة ولا أي معنى، كي تطلع أخوي تجي تقولوا رانا ما نجموش نعمل. مش اليوم عنا مثلا زيادات بعنوان 2017 و2015 و2013 ومعناها وما فما حتى شيء، توعدوا الناس وما فما حتى شيء.
بشنو يتسمى حتى توا ولات معناها هالانفلات الكبير هذا يجي يقول لك والله لا الشعب اليوم ولا عشوائي وقاعد يخرج يسكر في الكياسات وهذا تعطيه المرفق العام ولا بد من ضرب منهم بالعصا. ايش من عصا وانت وانت بيدك اللي قاعد العصا هذه هشه اصلا عندك نظرا لبك الكلام اللي قاعد يمشي الكل مع الريح وقت اللي معنا ديما تطلب والله نسبه كبيره من النمو ان شاء الله باش تصير وفما التنميه وهذه منطقه يزيونا منهم هذوما الكلام هذا سمعناه شعارات الرنانه نتاع هشاشه فقر خصاصه ولابد من تطوير من تطوير. احنا اليوم في تونس يا ناس من دون معنا ما زلنا توا تمشي تضرب صف على مضمون واقف قاعد فك الصف نهار كامل وتستنى من بعد تجي تقول خدمات الإدارية ما فماش. يا خويا ردي المضمون ب 15% ردولي ب 2000 يوصلني لداري. الناس الكل بدات ترقمن الناس الكل دخلت للرقمنا بدينا نحكيو على السينياتور ونحكيو على الرقمنا وهالكورونا ما علمتكم حتى شيء التورة تعلمتوا منها حتى شيء معناها قاعدين مازلنا لهذا وريقاته وهكا فهمتني تحت منه دوسياته وهو قاصد ربي يمشي لهالإدارات وحتى كان القاها تخدم هنا يقول قايل زاد حتى المطالب نتاع القطاعات الكل راهي مشروعه ما قلناش لا ما قلناش ولكن زاد هاك المواطن اشكون بيه اللي يمشي ويجي يعني نحكي لكم مثلا يعني على الناس تنجم تشوفها في المهديه 120 كيلومتر يقطعهم من هبيره حتى باش يوصل للمحكمه في المهديه مش يقضي شهور ولا باش يعمل حاجه يلقاها مسكره اش باش يعمل يعني انظروا لذوكم انظروا للناس انظروا بالحق معناها حسوا راهو عندكم في عائلاتكم شكون يتعطل حتى راهو معناها تنجموا تطالبوا صحيح ومطلبيتكم كان اضراب حضوري تحضروا تخدموا ارواحكم بشويه بشويه ومن بعد نوصلوا لمراحل الاضراب ونوصلوا نوقفوا المرفق العام اما راهو مصلحتك المواطن هذاك من بعد راهو يغزر له حتى حد وقت اللي يبدا عنده تاخير بوثيقه مش يمشي يقول لهم والله راهو لقيت الاعوان الفلانيين مضربين اتو يفهموه في الوقت ذاك تقولوا والله عندك الحق هما كانوا مضربين هما مضربين إذن أنت تعطلت ولذا راعيوا شوية الناس ومن بعد طالبوا.